السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نجدد الترحاب بكم على قناتكم الحقيقة الفضائية وبرنامج ولا تيأسوا. كما تشاهدون نحن الآن في بيت السيدة أيتشيت فاطمة التي استقبلتنا بكل رحابة مغربية في قعر بيتها لتروي لنا عن تجربتها المرضية التي عانت منها الكثير، تجربة مرضية استثنائية لأن السيدة أيتشيت فاطمة كانت تعاني من عدة أمراض وخلفتها أعراض أخرى من آلام بالأذن، الرأس، جهاز الهضمي، ثم السحر والمس. اكتشفت مركز الدكتور الهاشمي عبر قناة الحقيقة الفضائية وتوجهت إليه، وبعد استعمالها للجرعات ولله الحمد رزقت بشفاء بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المكملات الغذائية التي تنتجها مراكز الدكتور الهاشمي. تابعونا لتروي لكم السيدة أيتشيت فاطمة عن تجربتها المرضية. أنا كنقدم راسي أيتشيت فاطمة من مدينة أغبالو، وتحولنا لهنا لبني ملال، وعانيت مرض كثيرة من المس والسحر، وكانت عندي أعراض كثيرة، عندي الودن كنعاني منها من 2001، وسميتو وكنمشي للعشرين غشت، ما خليت أي طبيب، ما خليت فاس، ما خليت بني ملال، ما خليت وخنيفرة، وعانيت من الودن بزاف الزديح، فالاخر رجعوا لي الاعراض للذات ديالي، ودرت العمليه الجراحيه على الودن في 20 غشت في 2003، وتا حاجه ما كاينه، الزديح هو هو. كيقولوا لي راه عندك سميتو، درت ثلاثه سكانيرات في 2011، درت سكانير الاخر، كانت عندي الدريه تا من البنج درتو، انا حامله ودرت البنج في نيوفي. كيقولوا لي ياك ما عندك مرض السرطان في 20 غشت، قريب انا غدا نولد، ودرت ومشيت لفاس، قال لي تا تولدي عاد اجي عندي غدا سميتو، راه عندك عريقات دايرين عيانين، تا شي حاجه ما كاينه من هادشي. ومني التجأت للدكتور الهاشمي نحمد الله ونشكره، فاش مشيت لواحد الطبيب في هذا طبيبه في حي المحمدي، قالت لي غدا ديري سكانير باش نشوف سميتو، ودارت لي تحليله بداك بيتادين، قالت لي ياك ما عندك السرطان، قالت لي راه ما عندكش، ورجعت ومشيت لها الاخر، مشيت لهذاك ديال فاس، مشيت ديال فاس، قال لي سيري تتولدي انا وراجلي، سيري تتولدي ورجعي غدا نشوف اش من حل، واش نعاود لك عمليه جراحيه ولا اش غدا ندير، باش ندير معاك شي حاجه دابا وانتي حامله. رجعت الزديح هو هو، رجعت عاود لعشرين غشت، قلت لهم راه انا راه هاد الزديح والمواج في راسي راه ما بغاوش يحيدوا، واحد اختصاصي لهذا الشيء ديال السرطان قال لي شوفي اختي هاد السكانير ما فيها حتى شي حاجه، ودابا الا بغيتي تاكدي براسك غدا نبنجوك، ولكن راك انتي حامله الا قديتي. قلت لي غدا استطعت انا غدا سميتو بنجوني، قال لي راه ما عندك حتى شي حاجه، والزديح هو هو. ورجع لي داك الشيء للمصران، وام راجي كتجيني كثيره. 2011 كملت ولدت بنيه اخرى في 2011، راه صافي كملت، جيت للمركز 2016، جيت للمركز وقالت لي قالوا لي غدا تجيبي لينا التحاليل، تعاودي التحاليل وتعاودي سميتو، كنقول انا عندي السكر، كيقولوا لي ياك ما عندك القواط، درت تحاليل ديال القواط، درت ديال السكر ما عديش، درت ديال اي تحاليل ما عديش، ولكن الحديد وصل لحد بإيموراجي. وباش غدا نعرف انا السحر، كيقولوا لي الناس راه عندك السحر، عندنا في غبالو مني كنمشي، حيت كنمشي عندنا لغبالو كنولي لاباس، كنجي للدار البيضاء كنمشي، كيقولها ليا حتى واحد لوسي، كيقول لي كيفاش انت كتمشي لهي كتولي لاباس وكتجي لهنا للدار البيضاء كتولي في حاله، ما فهمتش انا هذا الشيء ديالك. اللي ما عرفت انا هذا السحر، انا ما ظنيتش انا عندي السحر ولا عندي المس. فاش درت الدواء ديال الدكتور الهاشمي ولقيت اعراض اخرين، عرفتي مني كنشربو، فالاخر جبت هاد الدريه اللي تزادت في 2011 جبتها للوالده هنا، ما كنقدش نهزها، ما كنجي عندكم المركز ما كنقدش،
قلت لموي جي ديها. جات لهي جابتها لهنا ودرت الدواء، عا كنديرو بحال النمل جاي ليا من رجلي وكيتشدو ليا رجلي. عرفتي الراجل اللي كيطيب الخبز والدري اللي كيشقاه، الحمد لله الحمد لله. ودابا الودن ما بقاش كتزداح. ودي ما راسي لا خلي نسكت. والمسند ديما انا لاصق راسي على المسند، كنشقى بالزربه. والدري اللي الدريه اللي زايده في 2000 عرفتي كتقول لي انا ماما بغيتك عاد تشافي عاد تشافي، كتبكي في الليل حتى هي طلاتات مني هي والدريه الصغيره. شحال مره كنلقى يديها محنين باش بدوك الاعراض اللي فيا. الحمد لله ها هي جي مريم سيدي حدايا. عرفتي راه كتبكي ليل ونهار ليل ونهار كتقول لي منصابه ماما انا عاد شافي ليا. والوالده ما خلاتش عليا، وكنت كنتمنى الله سبحانه وتعالى يشافي الجميع ويهدي البنادم على 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 على, على نفسه. ما يأديش بنادم بهذا الشيء ديال السحر. اش ديت البنادم ما درت حتى حاجه، كون عانى درت شي معصيه. انا مرضيه مع الناس ومرضيه مع والديا. الوالد كيدعى معايا حتى نهار اللي مات، راه مات بين يديا الفجر وعارف الوقيته اللي غادي يموت فيها. قال لي غدا نموت بالاربع، كون عا حنا مساخيط نقولوا راه حنا راه سميتو. وانا ما دايره حتى شي حاجه، حتى ذنوب ما دايرهم. وعانيت عانيت. هاد الدريه راه الوالده اللي كبرتها، اختي راه دابا في برا. وكان كنتمنى الله سبحانه وتعالى يوافق الجميع ويهديهم. واللي مرض يلتجئ للدكتور الهاشمي بلا ما يدور لا هوك لا هوك. انا نحمد الله ونشكره. وليت كنقد نهز بنتي، وليت كنشقى، كنت ما كنقدش تشطيبه نشطبها. هذه اللي كتشطب باقا صغيره اولا راجلي اولا الا كانت الوالده. الوالده ساكنه عندي وهما اللي كيشقاو هما. طيب ما كنطيبش، والحمد لله دابا كنطيب كنشقى كان مهم وليت لاباس الحمد لله. وفي التواخير تكت العزله ما كنحملش بنادم. وفاش غادي نجي عندكم الدكتور الهاشمي راه قلبي كيضرب قلبي كيضرب. كنقول نمشي كنقول ما نمشيش نمشي، حيت داكشي اللي فيا سميتو وداكشي راه كنحلمو. وليت كنشوفهم مباشره في التواخير، وليت كنشوفهم فاش درت الجرعه الثالثه راه كنشوفهم مباشره. والحمد لله دابا نحمد الله ونشكره نحمد الله ونشكره. وكنتمنى لكم التوفيق. تحسنات تحسنات. راجلي ما خلا اللي لقاه يسولو يقول لي ها الطبيب يلا الدار البيضاء تسريناها كامله. خمسه الجرعات، الخامسه راه ديتها من هنا سميتو جيت عند الوالده هنا وصيفطوها ليا لهنا لبني من الاخرى. الحمد لله نحمد الله ونشكره نحمد الله ونشكره. مشيت نيت انا واختي كانت هنا، مشيت انا وياها تجبنا. كنتمنى للدكتور الهاشمي الجزاء كثيرا، الله يوفقه الله يوفقه ويوفق ويوفق الجميع ويوفقكم حتى نتوما. هادشي اللي كنتمنى لكم. الحمد لله راه كتاش غادي نقول لك، راه العصاب العصاب ولا فيا العصاب في الاخر. 78 78 اللي كنت كنوزن، حتى ملي جيت للدار البيضاء 75 وليت نقص نقص. اش غادي نقول لك، لا اله الا الله. هذه الجرعه اللي مستعملاها كنشكر الدكتور الهاشمي وكنشكر سميتو وكنشكر الله سبحانه وتعالى اللي شفاني من هذا المرض. هذه كنديرها في ليتر ديال الماء وكنصفيها وكنتوضى بها.
هذه كنديرها 10 مده 10 دقائق معلقه صغيره جوج مرات في النهار. هذه كنديرها في سميتو معلقه صغيره ثلاثه المرات في النهار. هذه العسل قبل الفطور وقبل الغداء وقبل العشاء ثلاثه المرات. هي وحده. هذه الزيت كندهن بها الجسم ديالي. هذه الزيت جوج مرات في اليوم كنشربها ديال الحديد. هذه ها جوج مرات في اليوم كنشربها تاي. هذا الماء النحو كنشربو ثلاثه المرات في النهار كاس في النهار كاس واحد. وهذه ها القصيطه كنديرها ما كنريتيش انا من القران. كلام الله هو الشفاء. الحمد لله نحمد الله ونشكره. ما خليت لا طبيب لا تا سميتو ما خليت ما جريت ما خليت ما درت. الحمد لله نحمد الله ونشكره بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الدكتور الهاشمي والعمال ديالو تا هما الله يجازيهم بخير. الله يسر عليهم ويحفظهم ويحفظ الدكتور الهاشمي يا رب العالمين. السلام عليكم. هذه انا سميتي خدوج وعندي هاد البنت مرضت ليا شي 15 عام. ايوا كنا كنقولوا راه شي حاجه زعما شي مرض الخايب ولا سميتو ما خليت فين ديتها. الدار بيضاء خنيفره بني ملال العرايش بالقصيري ما خليت فين ديتها. فين ما قالوا لي فيه شي طبيب مزيان ديتها. فين ما قالوا لي فيه شي عشاب كيداوي هذا المرض ديتها. ما خليت فين ديتها. نهار فاش بغى ربي يعفو وقالوا لي الناس اودي اتصلوا بالدكتور الهاشمي. ايوا مشينا عنده الله يجازيه بخير. مشيت عنده للمركز. ملي مشات قالوا لي جيب التحاليل. مشات دارت التحاليل ومشات لعندهم وجابت الجرعه وجاب الله الشفاء. الاولى محنتها والثانيه محنتها تا الرابعه عاد ولات لاباس. عاد ولات شويه. ايوا دابا حمد الله. ما راه كنت ساكنه عندها كنت باركه معاه. خليت داري فاغ بالو كنا ساكنين فاغ بالو ماشي هنا. ومشيت للدار البيضاء وسورت داري ومشيت مقابلها في الدار البيضاء مقابله ليا الوليدات راه ما قداش تهزو. ايوا بقيت معاها تا النهار فاش جاب الله الشفاء. سيدي ربي كبير الحمد لله. ايوا ملي تشافات راه وليت رجعت لداري. راه ولات مقابله دارها. إما الدريه اللي مريض ملي كانت مريضه بزاف رجدتها معايا ما قدتش تهزها ما قدتش المهم عانينا بزاف لنا لا هي لا اختها. خوتها راه مشات للصبليون على حساب اختها باش قالت لي نمشي امي نمشي تا بالحريق ولا نمشي كيما جاب الله باش نداوي اختي ما تموتش ليا حيت عندي عجوج بنات. ايوا مسكينه ومشات وكداوي فيها يالله 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 تا النهار فاش جاب الله الشفاء. وكنشكرو دكتور الهاشمه وكنشكركم تانتوما والله يرحم والدينا اجمعين. واللي مريض كنطلب فيه ما يمشي لهوك لهوك يمشي يدير التحاليل ويمشي يدفعهم. اي مرض راه عنده الحل. ملي تشافات بنتي راه اللي مريض غيتشافى. راه كانت كتعبر 75 تا ولات كتعبر 30. راه الطب اللي كيعبروه. ايوا النهار فاش جاب الله الشفاء كنشكر سيدي ربي
الحمد لله، وكنشكر الدكتور الهاشمي، وكنشكر حتى نتوما كنشكركم العمال ديال، وجاب الله الشفاء راه ولات لاباس، ودابا راه رجعت راه نتوما كتشوفوا فيها راه ولات لاباس الحمد لله. حنا اللي عارفين، انا اللي عارفه اش دوزت، اش غنقول لك، راه ماتت ليا جوج خطرات اللي ماتت، راه على التقليد يقولوا نتوما الله اعلم، الا ماتت ليا جوج خطرات، وسيدي ربي مازال كتب ليها تعيش، والحمد لله هانتوما كتشوفوا فيها ولات لاباس. ملي عاشت الوليدات راه اربعه الوليدات، البنت الكبيره راه كتبكي الليل والنهار، مسكينه دابا معقده بالمرض ديال امها، معقده كتقول لي يا امي من صعب امي تبرع، صاب ماما قالت لك تبرع نشوفها ولات لاباس راه نفرح. ايوا دابا راه فرحانه، راه جدتها عدي راه كتقرا دابا عدي، راه جدتهم بجوج باش هي تبقى مرتاحه شويه، وخليت ليها جوج، خليت ليها الدري ودري، وجدت دابا هادو وجيت برك تفضل. ايوا الحمد لله، وكنطلب اللي مريض اللي مريض ا بنادم اللي مريض راه ما يدور لا هوك لا هوك، راه هي مرض راه عنده الحل عند هذا الدكتور الهاشمي، وربي سبحانه كنطلبوا يشافي اي واحد اللي مريض، كنطلب سيدي ربي يشافيهم والحمد لله. ايوا انا دابا راه وليت شويه بعدا شويه وليت مزقيه، الى السكر راه ضربني حطمني السكر، هذا اللي ضربني نيت على حساب المرض ديالها، ولكن ما كنداويش، كنقول انا مشيت نداوي على هذه اللي مازال الدراري صار، والله العظيم كنقول يا ولدي نصبر انا في راسي نداوي على هذه اللي مازال صغيره والوليدات صغار، الا خلاتهم ليا كندير، انا مريضه وكبيره وما ماتليت يدي تنوض، كيضروني ركابي واي حاجه، والحمد لله امين. ولاخر لحظه اصنع معروفا واغرس فكرا، لا تياس فالخير بنا فطره، الله استعمرنا والارض غدا تشهد، فحصاد اليوم غراس الأمس وغرس اليوم غدا يحصد، لا لا لم نخلق عبدا حاشانا، بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي